قصة الأمل في هذا اللقاء. في الجزء الأول منه أقول لك، يونس عليه الصلاة والسلام كان في قاع البحر. لماذا في قاع البحر؟ لأنه خرج من قومه بعد أن ضجر منهم، دعاهم سنوات طوال إلى الله وضجر منهم، ما كان منه إلا أن خرج من قريته. خرج من قريته بعد أن ابتدأت أبواب الهلاك لهم. وصل على ساحل البحر، ركب السفينة، كانت السفينة ستغرق لأن الأمواج عاتية، فاستهموا من يلقون في البحر، فتقع المرة الأولى والثانية والثالثة على يونس ويرمى في قاع البحر. ظلام الليل، ظلام البحر، ظلام بطن الحوت، يلتقمه الحوت وهو مليم. فلما استقر في جوف الحوت ماذا فعل؟ مثل ما بعضنا الآن يقول جميع الأبواب مغلقة، والله ليست الأبواب جميعها مغلق، هناك أبواب لا تغلق. من الذي يقول أن هناك أمل أن يخرج يونس بن متى من بطن الحوت ولو 1%؟ أنا أكاد أقسم بالله أن العقل البشري لو قال لنا أحدهم أن رجلاً ألقي في جوف البحر في ظلمة الليل ورأينا حوتاً يبتلعه أنه سيعود للحياة من جديد، ليشك الناس في عقل هذا. نعم، هل جلس هناك؟ نادى في الظلمات أن لا إله توحيد إلا أنت سبحانك تنزيه، ثم اعتراف بالذنب، إني كنت من الظالمين. انفتح باب الأمل؟ إي والله. فإذا بالملك جل وعلا يأمر هذا المخلوق أن يخرج على ساحل البحر فيلقي ذاك النبي المسبح، وينبت الله عليه شجرة من يقطين، ويعيده إلى قومه من جديد، ويأتي معه أكثر من 100,000. عاد بعد أن فقد جميع أسباب الحياة. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.